انا قاعد عمال بفكر في انه سر نجاح رساله سلام ايه، الموهبه ولا المثابره persistence؟ كله. بمعنى هو يعني انا بالنسبه لي نزلت اعمل منشد الغوري لما توليت مركز ابداع قبه الغوري وحطيت الفلسفه بتاعته. من ضمن هذه الفلسفه احياء فن السماع والتراث بشكل عام، بقى تراث اسلامي وتراث خطي وكده. نزلت الاقاليم الاول، عملت منشد غوري جولي اصوات، لم اكتفي نزلت الاقاليم، لقيت هناك عبد الوهاب العقاد، ام كلثوم، طه حسين موجودين بيعملوا لي كده. مصر مليئه بالكنوز. صح. والحقيقه استاذ جمال الشاعر يعني كان الله يرحمه، المقاله بتاعتي كان بيوصفني بالكشافه، ان انا بلتقط هذه المواهب من الاقاليم والقرى. وفعلا جبت اصوات هايله جدا انضموا لنا، بس الموهبه هنا مش كفايه، لابد ان يكون الموهبه الصوت وكمان القلب، يعني صفاء القلب والانتماء، وده مهم قوي. ممكن تكون صوتك كويس قوي بس انت بتتعامل معاه بالنجوميه، انا الحقيقه ارفض النجوميه. ولا يعني احنا هنا رساله سلام ما فيش نجم، ولكن كل الحاله هي نجم، هي حاله، احنا النجم هو الحاله اللي احنا بنعملها. طبعا كمان السوبرانو اللي ورا دي نجمه. طبعا. ايوه ضحكت. طبعا. عارفه نفسها والله. هم الحقيقه كلهم ما شاء الله، عشان ما يبقاش حاسين كلهم. فطبعا كل اللي سيادتك قلت عليه، بالاضافه ان احنا بعمل تركيبه معينه، بمعنى ان شخصيه مصر بشكل عام التراثيه والثقافيه ليست احاديه الجانب، ولكنها شخصيه ثريه جدا. فانا لما اقول تراث اسلامي واقول تراث قبطي وترانيم كنائسيه وايضا ترانيم بيزنطيه تشارك معانا، وكل ثقافات العالم باديانهم بجوهر الاديان، وده عملناه في مهرجان سماع، ورشه تضم اكتر من يعني على مدار 100 وحاجه دوله، وندعو للسلام. هذه التركيبه في حد ذاتها، انا مثلا برتجل مع الجمهور، يعني انا ما اعرفش، ممكن اتفهم مع حاجه وفجاه الاقي نفسي دخلت تفريده مع كارولين دومال الفرنسويه اللي بتعمل شغل من فرنسا مع باكستاني، ده برتجله الحقيقه. وبعدين انا ما اعرفش مين بيقود مين، هل انا اللي بقودهم ولا هم اللي بيقودوني، ولا في قوه عليا بتقود؟ قوه عليا طبعا. بالظبط.